ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي مشاهدين القناة بداية بركان، أتمنىكم تكونوا مزيان بخير وعلى خير. أستسمح لهذا الغياب الطويل اللي كان راجع بعد المشاكل العائلية وبعد المشاكل الصحية، واليوم الحمد لله كل شيء فات بخير وعلى خير وأنا معكم إن شاء الله كما العادة. كنت باغي نتبع واحد المحتوى آخر ولكن شفت بزاف ديال المشاكل مع بعض اليوتيوبرات، بعض المشاكل الاجتماعية اللي كتخصني أنا شخصيا كمغربي اللي كتخص البلاد ديالي، البلاد ديالي المغرب، وقلت نبقى في هذا المحتوى هذا. اليوم جيت نتكلم بعد ما شفت بعض الفيديوهات البارح في قضية صعصع زراويل بوسريويل، وجيت نتكلم في هذه القضية هذه. هذا الانسان هذا كما كتشوفوا الحبس ما رباهش، ويمكن العائله ديالو ما رباتوش على التربيه اللي مربين بها كاع المغاربه، وبقى كيتطاول على الامهات على النساء المغربيات ويتطاول على سيادو. كما شفتوا هذا الاسبوع هذا كمشى سيدي عدي وتعدى على واحد المراه، تحياتي لها بهذا المنبر وتحياتي صحاب عدي كاملين بدون استثناء، وكنقول لهم الرجولة ونعم الرجولة، وهادو هما اللي خصني انا نشوف شخصيا في الرجال ديال المغرب. هاد السيد اللي مشى طاول على الزوجة ديالهم وقال له بلي اودي هاد الولاد ماشي ديالك. انا بالنسبة لي كون قال لي هاد الكلمة هادي يمكن قتل الروح. هاد الكلام هذا كيعني بزاف ديال الكلام وبزاف ديال المقاصد، والمقصود ديالي في هاد الموضوع هذا هو انه هاد السيد هذا اش داه يدخل في هاد سيدي عدي، حيت ولا هاد السيد هذا ولا فين ما يشوف شي ناس اللي هما واصلين في المحتوى ديالهم واصلين في القناة ديالهم ولا يبغى يتعلق معاهم. مشى الاخ المحترم يونس هو العائلة ديالو، فركتلو الشمل، فركتلو الزوجة ديالو، فركتلو الوليدات ديالو. مشى الاخت المحترمة اسماء بيوتي، هذيك المرة هذيك انا نقولها لك سريويل واقسم لك بالله وراني حلفت والله ما توصلها حتى في المستشفى كتمشت بها الشعر ديالها. وانا غادي نقول لك علاش. هذيك دارت بدراعها، دارت بالمحتوى ديالها، الناس بغاوها الناس تبعوها، دارت الفلوس، دارت المشاريع، دارت كوافير، دارت مهم الله يزيد لها. انت هذيك من شفتها واصله والقناه ديالها طالعه والفيديوهات اصلا الفيديوهات ديالها طالعين بزاف الله يزيد لها، اللهم بارك وزيد في ذلك، قلت غادي نمشي نلصق فيها. ولكن باش تعرف باللي ان المستوى ديالك والنيفو ديالك طايح ما درتهاش كاع فيك كاع، ما عقلتش عليك كاع، هضر ولا نبح ولا ما على بالهاش كاع بك كاع. وتحياتي ليها بهذا المنبر، ما بقاتش لك ديال هضر فيا نقول فيك قال لي وقلت له ما سوقتلكش كاع. وهذا السيد هذا كما قلت لكم تعدى بزاف، تعدى حدود الله وتعدى حدود الناس وتعدى حدود القانون وما بغاش يزيد يحشم. هذا واحد قريب شهر دوك السكان ديال قريه عدي جراو عليه وهرب لهم، ولكن باش يقول نعال الشيطان، باش يقول اودي انتقل الله في نفسي وانتقل الله في الوالدين دياولي وشوف شويه الجهه ديال الوالدين ديالو، هو لا هو بغى يدير الكحله والناس يفكروا فيه. راه سي با كوم سا ولد الناس، راه سي با كوم سا، راه سي امبوسيبل. الا انت ما تفكرش في راسك راه سي امبوسيبل الناس يفكروا فيك. انت اللي خصك تشوف من حاله الوالدين، رجعوا لك بالطوموبيل يبسوا لك الدم في العروق ديالك، ردوك صفر بحال استدعاء، وبقيت ترجف بقيت تقلي غادي يضربوني وغادي يديروا لي وغادي كذا وغادي كذا وغادي يمشي كذا وغادي يمشي كذا غادي يمشي نشكي. وانت حتى ديرها تمشي تشكي، علاش ما تشكيش براسك انت الاول؟ تقول اودي تمشي عندهم تقول لهم اودي يا لي جوندار يا لا بوليس المحترمين انا بغيت ندير واحد الشكايه. باش بغيت ندير شكايه السيسري ويل، بغيت ندير واحد الشكايه براسي. علاش؟ حيت انا كنتعدى على الناس وانا قبيح، كنتعدى على الناس وما نسلكهاش ونجي ندير الشكايات. هادشي اللي خصك دير في حقيقة الأمر. بحال الإنسان اللي كنت مداويه في حرب في قتال واللي هو محمد الدالي، كنت كتقول ديما هذاك السيد كينعس في المحاكم، ديما في الشكايات، أنت راك ولد كثر به، أنت يا راك ولد كثر به، مازال هذاك والله لا راجل عليك. علاش راجل عليك؟ هذاك بعدا كيقول لك كلمة يقولها لك أون لايف ديريكت، أما أنت ضرب غير بالتحت، ضرب غير بالسكوتي، غير بالواد الهرهار. كما شفتوا هذيك الاخت المحترمه الاخت عايده تحياتي لها من هذا المنبر، وانا نقول لك هادو هما النساء وهادو هما المراه المغربيه الحديديه. الله يعطيك الصحه، وكلتوه الكفته وعطيتوه الديسير صفعه باش يعقل عليها كاع الحياه ديالو. ديك الصقله هذيك خسرتوه امام الملاء، هنا بينتو بان هذاك السيد ماشي راجل، وحاشا لا يكون راجل، وحاشا لا الرجال المغاربه يكونوا هكذاك. نعطيك برافو وننزل لك الشابو، نقول لك تحياتي لك.
حيت هذه هي المرأة المغربية اللي أنا كنفتخر بها. هذه ماشي زين مسكينة اللي لقى عليها الغلب، كانت غير وحدها ما عندهاش ولادها ما عندهاش الزوج ديالها إلى غير ذلك، وكان لقى عليها الحقرة يضرب فيها يديرها فلوسها وشكى بيها وزاد ضربها. ولكن الحمد لله يا ربي الزراويل ضلك فين يتفلك. الإنسان هذا الإنسان كتحشم به وتشوفه هو ما بغيش يحشم، يعني ضرورة أنك تمشي معاه في المغي يوصل كيضرب الناس تعدى على الناس مشي الكوميساريات الشكايات. ما راه مش هذه الرجلة إلا ديرها بيديك سلكها بسنك. أنا هكا نعرف الرجال، كديرها بيديك سلكها بسنك ماشي نديرها ومشي نشكي، لا ديرها قد عليها هذاك الطول هذاك العرض اللي راه خلاك وريه لنا. حتى انه الناس اللي كانوا واقفين معاك ومنهم ذاك بن شداد التخك صافي عرفك، يعني عرفك بلي ماشي راجل هذيك شمتها كيف كيف نهار تشكر فيه وفتري التخك. علاش قال لك الباح في اللايف ديالو؟ انا قتلني بالضحك والله الا قتلني بالضحك الباح في اللايف ديالو. قال لك صافي يعني شاف شي صوالح اللي ما يقدرش انسان اللي عنده القلب الانسان اللي عنده المستوى ما يقدرش يتحملهم. والتخك تخك واحد التخا ديال الكلاب حاشاكم حاشا القدر ديالكم. قالك بحال شي بيبي كيلعب واحد الدميه ديالو صافي ويلو حاب يبقاش يلعب بها. وهذوك الكلاب اللي كتصيفطهم باش انهم يهضروا في الناس اللي يهضروا فيك، انا نقول لك هذوك الناس هذوك راه ما كاين لا مستوى لا والو، النيفو والرجوله ما عندهمش. منهم هذاك زقزقتي، هذاك القنطري بومديدرات، هذاك الطماع، هذاك الشكي والجوع، مع هذوك العشكريين، هذوك المساكين ولاو السعايا بالطايطاي ولاو يعبدوا الجاليه المغربيه. نقول لكم واحد القضيه، الجاليه المغربيه راه دايره بحالكم، يعني حتى هما لو كان ما يخدموش ما يصوروش الفلوس، حتى هما لو كان ما يبكروش مع الصبح المتريات ترانات والسنه والاضرابات ومساكن التماره مع الترونسبور والبرد والسخانه الى غير ذلك راه ما يصوروش الترف تاع الخبز. دونك هذوك الناس مساكين اللي كيقلعوها بكرشهم باش يساندوا بعض الناس بعض الحالات اللي مساكين كيحرقهم قلبهم عليها، كان مرض الناس اللي ما عندهمش جيران يعني عندهم مشاكل عائليه في السكنه في كل شيء، الا عاونوكم خصكم نتوما تقدروهم، خصكم نتوما تقدروهم، لان هذوك الناس كما قلت لكم راه بحالكم وانا منهم. حتى راه من الجاليه المغربيه، ولكن حتى راه من الجاليه المغربيه وليتو تسعاو بالعيناني وليتو السعايه بالعيناني صيفطوا لنا ديروا لنا. مالكم اصاحبي مالكم مالكم تقولوا ما كاينش خدمه؟ كيفاش بغيتوا تكون الخدمه وانتوما النهار كامل متبعين اللايفات ديال سياتكم النهار كامل وانتوما ديروا في الفيديوهات؟ كي بغيت تلقى الخدمه بغيت الخدمه تجي عندك تقول لك ازق زقه دير وخدمني، ولا راه خصك تنوض تعري على كتافك. الوقت راه يفوت، بلادنا راه يكبر، غدا ما تكون عندك 60 عام ويكونوا سيادك ديال الانتريت وعندهم الشهريه ديال الانتريت ما غاديش شي تبع تيك الانتريت. اولد الناس يقول لك اودي راه كنت تهضر في فلان وكنت دافع على فلان هاك الانتريت ديالك، لا بحال ما صوبت بحال ما تقفر. هذوك السعايا راه كانوا تحشموا بالشعب المغربي، والله القسم اللي ولات نحشم لكم انايا. والنهار كامل انتم تعبدوا في الجاليه المغربيه، نوضوا عريوا على كتافكم، نوضوا عريوا على رسالكم، ورونا شحال تلبسوا في الصباط. ما غير نبيح ذوك النبيح ديال والو ما عندنا ما نديروا به، انتم صاتكم هذاك الكلب اللي كينبح وما يعدش، وهذاك فلان دار 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 نديروا له نفعلوا له نتركوا له، وانتم غير تكمل لك الفيديو تبقى تقول يا ويلي شنو قلت، تندم على ايام الكحله. دونك هذوك الكلاب اللي كتدافع على الزريويل ما كتدافعوش عليه حبا له، انا نقول لكم باليقين ونقول لكم بالمسرح، ما كتدافعوش عليه حيت تعجبكم حيت كيدير الخير، لا كتدافعوا عليه حيت كيبارطاجيكم في القناه ديالو، حيت كيبارطاجيكم في القناه ديالو كيبارطاجيكم مع الناس اللي يعرف، واخا هو الناس اللي يعرفهم ما كاين والو هباء المنطوره. انتوما اللي بكم غاتكبروا القناه ساعدك القنوات ديالكم ما يكبروا، وجامي توصل شي مبلغ اللي كمال لاتكم اسماء بيوتي، جامي توصل لك النيفو لو كان طلع وتهود ما توصلش لك النيفو، حيت النيفو والشخصيه ديالكم تحت الزيرو تحت الزيرو. فانا بالنسبه لي الكلاب الفاشله اللي كتدافع على الزراويل راكم ما تبدلوا حتى شي حاجه، حنا اللي عندنا نقولوه واللي عندنا غادي نزيدو نقولوه ونزيدو نقولوه، وحنا كنساندو الناس اللي هما مع كلمه الحق. ماشي انتم تشوفوا واحد الانسان كتعدى على المراه يقول لها هذوك الاولاد ماشي ولادك وتنوضوا تدافعوا عليه. ايماجين وتخيل ان هذوك المراه كانت اختك او امك وجا قال لها هذا الولد ماشي ولدك،
وشنو غادي دير في بلاصه هذاك الراجل ديالها عبد العالي، وشنو غادي دير في بلاصه ديك المراه اللي ظلمها، وشنو غادي دير انت؟ ما غادي دير والو، هذا نعرفه ما غادي دير والو، حيت ماشي راجل، حيت ماشي راجل، ولكن الرجال الاحرار غادي يرفعوه ويلتخوه ويقسموه على جوج وعندهم زايد نقص. لو كان نتوما كنتو رجال ما تدافعوش على هذاك الموضوع، تقول له دي لا حشومه تقول هذا الكلام، حيت هو عنده مو واختو والزوجه ديالو وابناء ديالو عنده عزاز، والمراه الاخرى عنده كلاب، وراه سي با كومسا افلان، راه ماشي هكذاك، احترم تحترم، هذا هكا اللي كنعرف، ماشي غير تبن ديرو وتنفخ تما بحال داندو وما كاين والو. اذا كنت جمعوي شنو هو الدور ديال الجمعيه؟ هو الدفاع، ماشي تغرق المراه المغربيه، ماشي تسب المراه المغربيه، ماشي دير الاهانه للمراه المغربيه، هذا هو الدور ديال الجمعيات كيف ما كانت، الدفاع عن الاطفال، المساكين، اليتامى الى غير ذلك، ماشي نجمع الفلوس على ظهرهم ونزيد نسبهم. وانا كنتحي واحد التحيه كبيره من هذا المنبر لخويا وحبيبي وصاحبي كل شيء فيه ياسين القلدري، لان هذاك السيد هذاك رجوله ونعم الرجوله، وانا هذوك هما الناس اللي كنبغي، الناس اللي كيدافع على كلمه الحق. وكذلك بعض القنوات اخرين بحال مول القاسح اللي حتى هو خرج في قتل وعرض، وهذوك الشمايت الاخرين ما عندنا ما نديرو بهم، هذوك صحاب بارطاجيني ونهضر، صحاب ديرني في المنتدى، وصحاب هذاك ما عندنا ما نديرو بهم، هذاك غير تنبح بما تعد، عربه تسير والكلاب تنبح، ما عندنا ما نديرو بهذوك. خوتي خواتاتي نقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، الله يكبر بكم والله يحفظكم، ونقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.